المواطنون الكرام. يقول علي عليه السلام: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعائن الله. واليوم والفتن تفشى في الوطن والمواطنين، بل تهدد المنطقة بأسرها. وبعد أن أصبح الوطن هو المحروم الأول، رأيت أن الحوار لا ينفع، وأن الآذان لا تسمع، وأن الضمائر تحتاج إلى ضمائر تهزها، وإلى مناشدة تؤنبها. ورأيت أن الوطن بحاجة إلى شيء أقوى من السلاح، وأكثر حرمة من الكلمة. وجدت نفسي في طريق المسجد للاعتكاف. إنهم دنسوا أرض الوطن، فلجأت إلى بيت الله مستمدا منه القوة والعون، وسأبقى في حالة الاعتكاف إلى أن تتجاوز البلاد الأزمة، وإلى أن تخرس أصوات المدافع.